هتجوز. صباح الخير. رحبوا معايا بالنجمة الكبيرة الصاعدة نور. يعني انا في الشغل من اللي انا شفته يعني ومن اللي انا اعرفه عن جايدة هي بتحب. انا بكلم حيطة. طالي غباء ده اوفر قوي. مفيش علاقة دخلتها الا فشلت فيها. مبسوط. المفروض ان انا النهارده كان عندي ميتنج في الشركة وما روحتش. قولي له انا جات لي جلطة في المخ. يخرب بيتك. هاي يا بنات ازيكم؟ النهارده معايا مفاجأة. معايا نور وجايدة. هاي. حكايات بنات الجزء الخامس قريبا على اون.